السنين اللي فاتت كان بيحصل عندنا كوارث ومشاكل كتيره. انا في سنه من السنين كان عندي اوضه الحمام الاولانيه الصغيره والمطره نزلت غرقت الاوضه وغرقت الطواجن، ويعني كنت بلاقي البيض والزغاليل عايم جوه الطاجن. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. طبعا يا جماعه الفيديو دوت انا عامله لكم عشان اقول لكم ازاي نجهز مكان تربيه الحمام ونجهز الحمام لفصل الشتاء، لان طبعا الايام بدات خلاص تخلص بتاعت الصيف وهنخش على فصل الشتاء والامطار والهواء والكلام اللي ايه اللي اغلبيه غوات الحمام ما بيحبوش. تمام، فالموضوع بسيط جدا لو انت اتعاملت معاه صح. فالنهارده ان شاء الله في الفيديو دوت هقول لك ازاي تتعامل مع موضوع الشتاء دوت وازاي تحافظ على حمامك ما يموتش منك حاجه، ما طلعش من الشتاء خسران حمام ولا خسران فلوس. فتعالوا نشوف مع بعض كده عملي. يلا بينا نبدا. بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس. يلا بينا. طبعا اول حاجه يا جماعه عندي اوضه الحمام انا عامل لها نظام التهويه زي ما احنا عارفين بطريقه معينه بحيث ان المكان عندي يكون متهوي كويس جدا في الصيف ومتهوي كويس جدا في الشتاء. فعامل شبابيك في كل الاتجاهات بالشكل دوت، في هنا شباك وفي هنا شباك اهو تمام، والشبابيك كلها زي ما احنا شايفين فوق السلكات، وفي هنا شباك اهو. يبقى عندي في الاوضه اربع شبابيك تمام كده، يعني ادي شباك وادي شباك تاني وادي شباك تالت وادي شباك رابع تمام، غير ان انا عندي شباك صغير هنا ما بين السلكات اهو تمام، وعندي هنا الباب بس انا بقفل منه جزء كبير عشان مضرب الهواء بيجي من ناحيتي، يعني الهواء بيجي يضرب الاتجاه البحري من ناحيتي، فانا قافل عشان هو في وش الباب ما فيش ايه ما فيش حاجه بره تمام. طيب الشبابيك دي كنت الاول بقفل منها احيانا الشباك ده في الشتاء تمام، فالشتاء ده ان شاء الله ممكن ما اقفلوش عشان الخشب اللي بره ده قافل جزء كبير جدا من بره فبيمنع تيار الهواء ان هو يخش من هنا تمام. طيب عندي الشباك ده برده كنت بقفله، ممكن في الشتاء لو حسيت ان الجو ايه برد شويه جوه الاوضه او في تيارات هواء اقفل برده الشباك ده. طبعا الشباكين التانيين اللي هم الشباك ده تمام والشباك اللي هنا والشباك التاني الصغير اللي ورا هنا ما بقفلهمش، بسيبهم مفتوحين تمام كده. طيب سقف الاوضه عندي خشب زي ما احنا شايفين كده، هطلع دلوقتي فوق واوريكم انا عامل ايه، بس تعالوا نبص ايه على السلكات اللي بره الاول. بصوا يا جماعه دي السلكات اللي بره تمام، انا عندي هنا بره سلكه خشب وادي اتنين حديد وادي واحده خشب وفي الاخر هنا واحده خشب تمام، حاطط عليهم كلهم بانر، بانر كبير اهو من اول السلكات لاخرها تمام. فاذا ان شاء الله الشتاء لما يجي والمطره تمطر الميه مش هتنزل تخش على الحمام وتبهدل الدنيا تمام كده. ده اول حاجه سقف السلكات كلها اهو محطوط عليه بانر تقيل تمام عشان يمنع المطره من النزول على الحمام. طيب جوه السلكات من ورا الظهر بتاعها مقفول اهو، الظهر بتاع السلكات دي هو الاتجاه البحري، سلكات كلها من جوه ظهرها مقفول بكرتون بقى بابلكاج بمشمعات ببانر باي حاجه، المهم تقفل ظهر السلكات. بص كده السلكات من ورا اهي الظهر بتاعها كله مقفول، فدوت بيمنع تيار الهواء ان هو يضرب في الحمام ويتعب الحمام، وفي نفس الوقت الحمام ما بيبردش في الشتاء لان اصلا السلكه متقفله من كل الاتجاهات مفتوحه بس من الوش، يعني الجناب برضو حتى الجناب بص هنا الجنب اهو مقفول والجنب في السلكه الاخرانيه دي اهي مقفول خشب تمام، والظهر مقفول والسقف مقفول، يبقى الفتحه كلها والتهويه كلها منين؟ من الوش تمام. والوش عندي هنا مش في اتجاه بحري تمام، فالتهويه بتاعتها بتبقى 10 على 10. طيب بالنسبه لسقف الاوضه، ده سقف الاوضه اللي احنا كنا جواها تحت دلوقتي، السقف محطوط عليه بانر بقاله حوالي سنتين ونص او اكتر تمام، اهو البانر اللي محطوط على السقف ده يا جماعه بانر مشمع تقيل بيقفل، انا واخد مساحه معينه تمام كده، جايب بانر مساحه معينه يعني مقفل بيه سقف الاوضه كله فوق الخشب تمام بالدباسه طبعا، وثبته على السلكه على الخشب. وكان في فيديو كنت عملته وقت ما كنت بقفل البانر ده، هتلاقي الفيديو موجود على القناه، هتلاقي الفيديو بعنوان تقريبا اشتريت مشمع تقيل لسلكات الحمام تمام او لسقف اوضه الحمام، هتبحث على القناه هتلاقيه يعني تمام. ادي البانر اهو تمام مقفل بيه السقف كله. طيب الاول كان عندي السلكه دي تمام كنت حاطط عليها مشمع برده اهو، وكان عندي السلكه دي كنت حاطط عليها مشمع برده اهو القديم ده تمام، ولسه يعني ايه لسه هيستحمل معانا يعني ان شاء الله الشتاء ده. طيب عندنا هنا السلكات الجديده دي، السلكات الجديده دي لسه عاملها تمام السنه دي اهي
عشان نشوفها بس بشكل اوسع. لسه عاملها السنه دي، ده اول شتاء يجي عليها ان شاء الله. مقفل الظهر بتاعهم من جوه زي ما احنا شايفين، هنا اهو متقفل من ورا بابلكاش، هنا بابلكاش، تمام. هنا نفس النظام اهو متقفل ابلكاش، كل السلكات دي متقفله ابلكاش ما عدا عينين تقريبا، العين دي بمشمع بانر والعين دي والعين الاخيره دي، ثلاث عيون. الباقي برضو ايه ابلكاش اهو، تمام، من ورا ابلكاش اهو، ابلكاش كلها ايه متقفله ابلكاش، تمام كده اهو. طيب الجنب طبعا هنا ده الجنب البحري اهو يا جماعه، الجنب البحري قفلته بكرتونه ودهنت جهيه على الكرتونه عشان تديها طبقه عازله للميه عشان ما تبش من الميه، تمام. طيب اللي فاضل عندي هنا ايه؟ السقف يا جماعه، بص كده سقف السلاكه مفتوح، فسقف السلاكه ده لازم يتقفل بمشمع. عندي هنا تحت اهو فوق السلاكات، تعالوا نبص مع بعض كده اهو يا جماعه، حته مشمع اهي كبيره، تمام، اللي محطوطه السودا دي حته مشمع كبيره. هاخدها طبعا واظبطها على قد سقف السلاكات واقفل بيها سقف السلاكات اللي فوق دي، فده ان شاء الله في الشتاء هيمنع نزول الامطار على الحمام. يعني المشمع ده المايه بتنزل عليه وطبعا بتنزل على الارض بقى بعد كده، كل ده المايه ما بتنزلش، ما فيش فرد حمام بيتبل. نفس النظام سقف الاوضه ما فيش فرد حمام بيتبل، نفس النظام السلكات دي لما يتعمل عليها المشمع ما فيش فرد حمام هيتبل. فده كده احنا بنحافظ بيه على الحمام عشان ما يتبهدلش مننا في الشتاء والمطره تنزل عليه وتغرق الحمام ويبرد ويتغرق الزغاليل وتغرق البيض والدنيا بتتعك عند الناس كلها في الشتاء يا جماعه. فاحنا بنلحق نفسينا من دلوقتي، خليك في البدري كده، ما تستناش لما الشتاء يخش عليك وتتزنق وتروح تجري تدور على مشمع وتدور على بانر تعمله والكلام ده كله، والاسعار اصلا بتزيد في الشتاء. فالحق هات الحاجه اللي انت محتاجها من دلوقتي وقفل من دلوقتي، لعل وعسى ممكن في اي لحظه كده او في اي يوم كده تبص تلاقي حصلت امطار وسيول وعواصف والكلام ده كله، ملهاش ميعاد والله، دي حاجه بتاعت ربنا في علم الغيب محدش بيعرفها، ولا ارصاد ولا غير ارصاد محدش بيكون متوقع، تمام. فجهز نفسك وجهز حاجتك، قفل على حمامك، عندك السلاكات في حاجه ممكن تطير ثبتها، عندك حاجه تعرف تقفلها بخشب قفلها، حاجه مثلا مكشوفه قفلها بمشمعات، الكلام ده كله. جهز نفسك بحيث ان الشتاء لما يجي تكون جاهز للشتاء، لان يا جماعه والله الشتاء من الفترات الصعبه جدا اللي بتمر علينا في غوايه الحمام. يعني الناس اللي مرت عليها السنين اللي فاتت عارفه، السنين اللي فاتت كان بيحصل عندنا كوارث ومشاكل كتيره. انا في سنه من السنين كان عندي اوضه الحمام الاولانيه الصغيره والمطره نزلت غرقت الاوضه وغرقت الطواجن، ويعني كنت بلاقي البيض والزغاليل عايم جوه الطاجن، تمام. فما كناش عاملين حسابنا، جت فجاه كده لقينا مطره وسيول والدنيا غرقت وجراد الميه من على السطح من هنا، كنت بشيل بال40 وب50 جردل من على السطح من هنا، تمام. فنلحق نفسنا ونظبط الكلام ده كله. طبعا السلكات اللي عندي لفوق قلت لكم فيديو قبل كده انا مثبتها بخشب اهي، تمام، ثبتها بخشب من هنا ومن الناحيه الثانيه عشان الشتاء لما يجي السلكات دي الهواء ما يطيرهاش ويوقعها، تمام. طيب عندي هنا السقف اللي احنا شايفينه هنا ده، او الجزء ده، الجزء ده انا عملته في الصيف عشان كان الجو حر جدا، يعني كنت ما بعرفش اقف هنا، ما كنتش بعرف اقف تحت هنا من كتر الشمس ما هي ضاربه فوق، فقفلت الجزء ده وبصراحه يعني كانت احسن حاجه عملتها. ممكن في الشتاء ارمي عليها حته مشمع كده، تمام، بحيث ان المطره لما تنزل، يعني لما ينزل امطار في الشتاء الامطار تبقى في الجزء الصغير ده. يعني بص كده هو ايه، انا عندي السطح تقريبا اغلبيته متقفل اهو، هتبقى المطره في الجزء ده بس كده، تمام. فالمطره حتى يعني ايه لو نزلت مش هتبقى كميه كبيره هنا زي كل سنه، تمام. فالجزء ده هي لو اتحط عليه مشمع هيمنع المطره من ان هي تنزل على السلكات ولا على الحمام ولا الكلام ده كله، تمام كده يا جماعه. ف يعني انا عايزك تاخد كلامي على محمل الجد وتبدا باذن الله على طول ان انت عندك سلكات بره الاوضه، عندك عشه، عندك غيه، الكلام ده كله، جهز مشمع، جهز بانر زي ده كده بيتباع في سوق الجمعه في السيده عائشه. وقت ما جبته كان طوله 4 متر في 3 متر، 4 3 في 4 او اكتر من كده، يعني ممكن 4 متر في 3 متر و20، 3 متر 30، الكلام ده يعني، تمام. فوقت ما جبته كان بحوالي 250 او 300 جنيه. والحته اللي هنا دي يا جماعه اللي هي اللي تحس ان هو قصير عندها دي، تحت هنا طوب، يعني الخشب ده طالع بره اهو، الخشب ده طالع بره، تمام، بره الطوب، يعني الطوب كده اللي مبني السقف بتاع الاوضه مبني لحد هنا، تمام. فيعني من اول هنا كده من تحت الميه لو نزلت هتنزل على الطوب مش هتنزل على الحمام، يعني فالموضوع عادي يعني، تمام. وغير كده ان شاء الله
سنه كمان ولا حاجه وهجيب بانر جديد وارفع السلكات دي كلها واقفل بانر جديد تحت السلكات فوق ده. يعني هجيب واحد تاني ان شاء الله واقفل تحت السلكات فوق اللي معمول ده تمام كده. فباذن الله الموضوع مش صعب يعني، حتى النهارده لو مثلا بقى ب 400 جنيه ولا ب 500 جنيه نغطي بيه الاوضه كلها، فالموضوع هين وبسيط مش صعب. احنا بنحافظ على الروح اللي احنا بنربيها، فما تستخسرش في حمامك حتى لو رخيص، يعني حتى لو رخيص فانت بتعمل حاجه لوجه الله وبتنقذ روح وبتحافظ عليها، ربنا ان شاء الله يجازيك خير. فده كان فيديو النهارده عشان احافظ على الحمام من الشتاء ومن الامطار ومن الهواء. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.